بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الفيديو الجديد على قناتكم حوحو، أحببت فقط أن أقوم فيه يعني بقرعة لشيء غريب، يعني بعيد عن التقنية، يعني لآتي القمصان، أربعة قمصان يعني خاصة بفريق برشلونة، بالمناسبة تم إهداؤه إلي، وأحببت يعني أن أهديها أيضا إليكم يعني بهذا المفهوم. طبعا هذه القمصان يعني من النوع الجيد، ثوبها جيد كما سوف تشاهدون، وسوف يكون عليه توقيع شخص مشهور. طبعا يعني هذه القمصان بإمكانك أن تحصل على واحد منها يعني وتربح واحد منها فقط بوضع تعليق يعني أسفل هذا الفيديو مباشرة والضغط على اللايك للفيديو. وغدا إن شاء الله يعني في الدرس الثاني ليوم الغد سوف تكون هناك درسين يوم الغد إن شاء الله، الدرس الثاني سوف أعلن فيه يعني عن الأسماء الفائزين. طبعا سوف أستعين بموقع يعني الذي تشاهدون الحين لكي أقوم بعمل قرعة للأشخاص الذين ضغطوا على اللايك، وأيضا الأشخاص الذين كتبوا تعليق. يمكن لك وضع تعليق تم بهذا المفهوم أو نقطة علي، يعني أي تعليق أيا كان. وإن شاء الله غدا سوف أقوم بعمل قرعة وسوف أذكر الفائزين يعني في الفيديو الثاني ليوم الغد. يعني هذه القمصان كما ذكرت كما تشاهدون أربعة قمصان جديدة من الثوب الجيد، ويعني يجب أن تتوفر على زر الرسالة في قناتك حتى أراسلك، يعني فكما سوف تشاهدون في الفيديو يجب أن أدخل إلى قناتك إذا كنت من الفائزين غدا إن شاء الله، أنا أقوم بالضغط على زر يعني إرسال الرسالة حتى أتواصل معك لكي تعطيني بطبيعة الحال عنوانك لكي أرسل لك يعني القميص إذا كنت من الفائزين. أنا ما أريد في هذا الفيديو أن أشارك معكم، شارك يعني بوضع تعليق والضغط على اللايك، وإن شاء الله غدا سوف أعلن عن الفائزين كما ذكرت في الدرس الثاني ليوم الغد في ليلة الغد بحول الله. أنا ما أريد يعني فقط في هذا الفيديو، أراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة. زيارتنا دائما على موقعنا دول الفيديو بونتيكلا 5.com، وإذا لو صحت على فيسبوك facebook.com/حافظ. إذا لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما الجديد الفيديوهات. في أمان الله.